أوتي خواتاتي السلام عليكم الزوفيلا والميضامي سو بونجور، إن شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لي مازم اشتركوا في قناتي، اشتركوا في قناتي ودوق على زر الجرس هكذا يجيهم من باكي تكون فيديو جديدة. جو دي اسو كي سون موك رابوني كي سابونا ما شان إذا اكتيف لا كلوش كوم سايزو غا نوتيفيكاسيون سي دي نوفل فيديو. نقول لكم ديرونا جام لايكيو ديرونا كومنتير بارتاجيو لا فيديو باش تعمل فائدة على الجميع باش تعمل فيديو في المقدمة. نقول لكم دعموا هذه القناة باستعمال في البث ونشكركم كثيرا. فهذه لا فيديو جيت حدثكم على اللاعب دول الجزائر يوسف بالليلي، وفي إطار الجولة التاسعة للبطولة القطرية أين لعبت مقابلة بين فريق سيليا وفريق النادي القطري. كما نعرف أن النادي القطري هذا العام انضم له لاعب دول الجزائر يوسف بالليلي، وقد فاز فريقه خارج ديار على فريق سيليا 3-1، وقد ساهم كثيرا اللاعب الدولي الجزائري يوسف بالليلي بهذا الفوز، حيث بفضله مرر تمريرتين وسجل هدف. التمريرات التي مررها بهذه التمريرات التي مررها الى لاعب نيجيري اوك بيتشو، تمكن هذا اللاعب بتسجيل هدفين في الدقيقه 11 والدقيقه 11 والدقيقه 15. وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب دول الجزائر يوسف بالليلي من تسجيل الهدف الثالث. وقد ظهر يوسف في هذه المقابلة بوجه حسن ومردود أحسن من المقابلات السابقة، ولاحظنا أنه يتطور من مقابلة لمقابلة، يظهر بوجه أحسن من مقابلة إلى مقابلة. نتمنى له يواصل على هذا المنوال، نتمنى له التوفيق. وبفضل هذه النتيجة تمكن فريقه يحتل مرتبة حاليا بهذه النتيجة فريقه يحتل مرتبة الرابعة بتسع نقاط. دون سيت فيديو جو بارلي دو يوسف بالليلي لانترناسيونال جيان دو فوتبول. Il a joué son équipe, il a joué contre l'équipe de Sili à l'extérieur dans le championnat de Qatar la 9e journée. Et Youssef Belaïli, dans ce match, il a fait une bonne prestation. Grâce à sa prestation, sa bonne prestation, et il a fait deux passes décisives, il a marqué un but. Il a fait deux passes décisives au joueur nigérien Anthony Opepichu. Grâce à ces deux passes décisives de Youssef, il a inscrit deux buts à la 11e minute et à la 15e minute. Et à la deuxième mi-temps, Youssef Belaïli a marqué le troisième but pour son équipe. Dans cette rencontre, Youssef Belaïli a fait une bonne prestation. On remarque que Youssef Belaïli il progresse de match en match. Espérons qu'il va continuer comme ça et de revenir à sa forme optimale. Et grâce à cette victoire, son équipe maintenant elle est classée à la 4e place avec 9 points. Je vous dis que cette vidéo elle est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous vous comme la vidéo خلاص نعطيكم موعد في الفيديو المقدمه. نقولكم السلام عليكم.